هلا بقى بعد ما حكينا على الحمل مع سرعة التقلص، علاقته مع سرعة التقلص، وصلنا للفقرة الثامنة اللي بعنوان الطاقة المستخدمة بالتقلص العضلي. الطاقة المستخدمة بالتقلص العضلي عم يقول لك تأتي دائما من ATP. شفت شيء طاقة أخذناها غير ATP؟ لا، قال دائما ATP. الطاقة الناتجة عن حلمنة ATP، عن شطر ATP، هي اللي بستخدمها أنا بالتقلص العضلي. طيب هي الطاقة تبعية شطر ATP بكل أحداث التقلص العضلي وين عم تنصرف؟ القسم الأعظم من هي الطاقة الناتج عن حلمات ATP بتروح لضربة القدرة. عشان يعني ضربة القدرة عمل لك كتاب السير إلى الأمام وجذب خيوط الأكتين بواسطة الجسور التصالبية رؤوس ميوزي والآخرية. يعني بكل بساطة معظم الطاقة بحدث التقلص العضلي وين بيروح؟ بيروح لجذب خيوط الأكتين باتجاه الميوزين، وبالتالي ضربة القدرة معظم هي الطاقة بيروحهم. بس في عندي كمان شوية ATP بيروحوا ل ضخ شوارد الكالسيوم وضخ شوارد الصوديوم والبوتاسيوم. انت لحالك حتقول لي من وين لوين؟ شوارد الكالسيوم من وين لوين؟ من التركيز المنخفض للمرتفع. وين منخفض؟ بداخل الخلايا، يعني بالعصاره الخلويه. وين مرتفع؟ بتقول لي برا الخليه والشبكه الهيوليه العضليه، الاثنين مرتفع. لوين بدي ادخهم؟ لما يوصل التنبيه العضلي لداخل لاعماق الليف العضلي، لما يوصل التنبيه او كامل فعل لاعماق الليف العضلي نتيجه التي تي الانابيب المستعرضه، فشو اللي بيحرر شوارد الكالسيوم؟ هل بيفوتوا من برا جوا؟ لا، بيتحرروا من المخزن. اذا حررته من المخزن خلصت ضربه القدره، بدي رجعهم على المخزن، ما اطلعوا على برا. خلصت ضربه القدره بدي رجع كل شيء مثل ما كان. اذا شوارد الكالسيوم لوين بيروحوا؟ لوين بينضخوا؟ للمخازن. للمخازن. الصوديوم دائما المضخه الضخ يعني بوجود طاقه ATP من المنخفض للمرتفع. صوديوم برا مرتفع، اذا من جوا لبرا. البوتاسيوم جوا مرتفع. الحفاظ دائما هدف المضخه نقل فاعل الحفاظ على مدروج التركيز. تمام. في لي دور كمان للاي تي بي، شو هو؟ دوره بفك الارتباط بين الاكتين والميوزين. حكينا عندي اي تي بي بايندينج سايت وعندي اكتين بايندينج سايت على راس الميوزين. اذا مرتبط مع الاكتين فلازم يكون في عندي اي دي بي وليس اي تي بي. اذا عندي اي تي بي فبيكون بحاله نايم، اي دي بي بينتصب وبيشنجل، ATP معناتها بفك ارتباط. اذا في لل ATP دور بفك الارتباط، وبهي الحاله ما بيكون في صرف للطاقه. صرف ما بيكون في صرف للطاقه، تمام؟ لاني ما شطرت ال ATP، انا جبت ال ATP ركبتها على راس الميوزين فانفك، ما شطرتها. اذا هي العمليه لا تحتاج صرف طاقه، عمليه فك الارتباط بين راس الميوزين او الجسور التصالبيه تبع الميوزين مع الاكتين لا تحتاج الى طاقه، بس ال ATP بيركب بفك الارتباط. اذا هي الطاقه تتم، هي المرحله تتم دون صرف طاقه. عم يذكرك بهذا الدور. عمل لك تركيز اي تي بي بالليف، ودائما اي تي بي اي تي بي. طيب شو تركيزه بالليف العضلي؟ تركيزه 4 ملي مول داخل الليف العضلي. الليف العضلي يعني خليه، لويف يعني اكتين وميوزين الى اخره. قال هي هذا التركيز بالليف العضلي بالحاله السويه ما في تقلص ولا شيء، هذا التركيز موجود، هذا التركيز بالاي تي بي. حدث عندي تقلص عضلي بخلي لك العضله تتقلص مدة ثانية لثانيتين، مو أكثر من هيك، التركيز ATP لحاله، تمام؟ فبالتالي أنا شو؟ بدي أرجع أحصل على ATP لحتى أرجع أشطره، شلون بدي أحصل على ATP؟ من مكوناته الأساسية، ADP مع جزء الفوسفات، بركبهم سوا بحصل على ATP، تمام؟ خلال جزء من الثانية لما يخلص مخزون الليف العضلي من ATP، خلال جزء من الثانية بيركب ATP من جديد. طيب كيف بدي أركب ATP؟ هي العملية اسمها إعادة فسفرة، عم أرجع فسفر، عندي داي فوسفات، فوسفاتين، تمام، جزئين فوسفات بيساويون تراي فوسفات، يعني اعاده فسفره خلال جزء ثاني. هي اعاده فسفره بتتم من خلال ثلاث مصادر: فوسفو كرياتين، بالكتاب بكتب لك كرياتينين، هي كرياتين، ما بعرف وين جاب كرياتينين، هي كرياتين بس مش بالكتاب. المصدر الثاني هو تحلل الجليكوجين. المصدر الثالث هو الاستقطاب التاكسولي. رح نحكي كل واحدة منهم، شو كيف رح نفهم الامور، فقره جدا مهمه بالدوره، نفهم الامور حتى في عندي فقره اللي بعدها اللي هي السريعه والبطيئه رح استنتج معلومات ذيك الفقرة من هي الفقرة. شوف الأمور ما أسهل. الفوسفوكرياتين، مسكنا الفوسفوكرياتين. الكمية كاتب لك حكي بالكتاب إنه كمية الطاقة بالفوسفوكرياتين 5 أضعاف الموجودة بالاي تي بي. يعني الطاقة لما يكون في عندي لما يتدخل الفوسفوكرياتين بإعادة الفسفرة فطاقته 5 أضعاف الطاقة الموجودة بالاي تي بي. يستمر التقلص لمدة 8 ثواني، ولكن أنا شو هون؟ بدي الاي تي بي، انا الاي تي بي اللي بستخدمه باحداث التقلص مو الفوسفوكرياتين، فانا بس بدي اخذ الفوسفوكرياتين، عندي انا شيء اسمه كرياتين، تمام؟ فسفرته، انا بدي اخذ هذا الفوسفور تبعه، هذا جزء الفوسفات، رح اركبه هون واحصل على الاي تي بي، تمام؟
التخلص تبعه بيستمر لمده 8 ثواني احسن من ثانيه لثانيتين. طيب بعد اذنك بعد اذنك بعد اذنك ممكن تقول لي هو شو الفوسفوكياتين؟ يعني بس اكيد انت يعني هذا وحده الكتاب اخي انا رح احفظه، بس قل لي شو يعني الفوسفوكياتين بلا فكره. عندي شيء اسمه كرياتين، بلحظ نزلوا كرياتين كاينيز كيناز الكرياتين. هذا كرياز كيناتين الكرياتين شو شغلته؟ بيمسك لي الفوسفوكرياتين بياخذ الفوسفات تبعه تمام؟ يعني عندي فوسفو كرياتين تمام؟ العضلة عم تعمل لي تقلص فصرفت الاي تي بي تحول لناتجو، فصار عندي اي تي بي مع صار عندي فوسفوكرياتين مع اي دي بي. بدي اعمل اعادة فسفرة، بدي اشيل الفوسفو من هون حطه هون، فهذا الكرياتين كاينيز كيناز الكرياتين بيشيل الفوسفات من هون بيركبه هون، فبحصل على اي تي بي مع كرياتين بدون فوسفات. شايف امور مأساة تمام؟ بكل بساطة هذا هو. إذا شو الفوسفوكرياتين؟ هو مخزن للفوسفور للفوسفات جوا الخلية، بيعطيني طاقة خمس أضعاف الموجودة بالاي تي بي. ولكن أنا بدي اي تي بي تمام؟ فشو؟ بيجي عندي كيناز الكرياتين بياخذ لي هذا الفوسفات من الكرياتين بيركبه على الاي دي بي، بحصل على اي تي بي مع كرياتين بدون فوسفات. بيستمر التقلص العضلي بوجود الفوسفوكرياتين والاي تي بي لمده 8 ثواني تمام؟ يعني احسن من ثانيه لثانيتين. طيب خلينا ننتقل للمصدر الثاني لاعاده الفسفار. المصدر الثاني هو تحلل الجلوكوجين او اسمه هو تحلل السكر اللاهوائي، تحلل الجلوكوجين اللاهوائي. هلا نفهم شو يعني لاهوائي. قال بالبدايه تحلل الجلوكوجين بيتم بالعصارة الخلوية. شو يعني عصارة خلوية؟ يعني بالسيتوبلازما. خليني ذكرت فيها هي معلومات من عندي هذا مشان نفهم، لما نفهم بتصير الامور جدا سهله خصوصا بهي الفقره. التفكك الانزيمي، تجي انزيمات بفوت الجلوكوجين، هي العضلات هي مخزن الجلوكوجين، معنى الجلوكوجين بالكبد وبعض العضلات موجود، فحدث تقلص عضلي ضل ثانيه ثانيتين لسه عندي تقلص عضلي فوسفوكرياتين، استمر التقلص عضلي اكثر من 8 ثواني طيب شو في؟ تحلل الجلوكوجين. الجلوكوجين بفوت سكر هو عباره عن جلوكوز مبلمر يعني مخزن، بصير عندي جلوكوجين فبيفوت على الجلف العضلي فبتمسكه انزيمات بالسيتوبلازم، هو بالسيتوبلازم بتمسكه هاي الانزيمات تعمل له تفكك سريع، اول ما فات تمسكه الانزيمات بتبلش تفككه للجلوكوجين، فبحصل على النواتج الاتيه، بحصل على حمض لبن، بحصل على حمض بيروفي مع طاقه، هاي الطاقه بتساعدني لاني فسفر الاي دي بي وحوله ل اي تي بي تمام؟ هاي معلومات فصل ثامن بيولوجيا عم ذكرها فيها. هلا لحسيتك بشغلات زياده من عندي للفيلم. تفكك سريع الانزيمات، اول ما فوت الجلوكوجين على الخليه على السيتوبلازما بتلقط الانزيمات بتفككه بسرعه، بحصل على حمض لبن، حمض بيروفي وطاقه بتساعدني باعاده فسفره الاي دي بي لحتى اساوي الاي تي بي. بعد ما فسفرته الاي تي بي اذا لسه عندي تقلص بستخدمه مباشره مع التقلص، هذا الاكتيف دغري باخده على التقلص دغري، بيساعدني بضربه القدره، بيساعدني بالضخ شوارب الكالسيوم والبوتاسيوم والصوديوم، او خلص التقلص فبحط الفوسفوكرياتين. الفوسفوكرياتين هو عباره عن مخزن الفوسفات بالخليه، كل ما ناقص عندي الاي تي بي هو المصدر الاول تمام؟ هذا المصدر الاول، هذا الثاني، هذا الثالث، يعني ما بيلجا للتحلل الجلوكوجين الا لما يخلص الفوسفوكرياتين تمام؟ او كرياتيني مثل مكاتب الكتابك هو كرياتين. المهم خلينا نفهم او خلينا نشوف اول شيء اهميه بعدين ارشحها. اهميه تحلل الجلوكوجين هذا المصدر اهميته تتجلى بشغلتين، الشغله الاولى انه يحدث تحلل الجلوكوجين تحدث في غياب او اثنين، قلت لك اسمه تحلل سكر لا هوائي، بيتم بدون هواء، ما بدي اكسجين، الحاله العاديه انا باكسد الطعام لحتى احصل على طاقه جوات المتقدرات، هذا بيحصل بالسيتوبلازما او تفكيك اسمه سريع، بعد شوي رح نشوف في عندي الياف عضليه اسمها الالياف السريعه، بتعتمد على تحلل الجلوكوجين، الاستقلاب التاكسدي بالنسبه لها شيء ثانوي. ليش سميناها سريعة؟ لأنها بتعتمد على التفكيك السريع للجلوكوجين لا هوائي. يحدث بالسيتوبلازما، هي عندي خلية جواتها متقدرة. بفوت عندي الجلوكوجين السكر بشكل لا هوائي، بتفككوا الانزيمات لهذا السكر، خليني ارسم له هيك مثلا، هو مبلور شيء كبير، بس يعني مثلا هيك. تمام؟ بتمسك السكر بتفككه بحصل على النواتج الثلاثة تبعيته وحمض لما حمض بيروفي والطاقة اللي بتساهم لي بإعادة الفسفرة، إعادة فسفرة الـ ADP، حصلت على ATP، لسه في عندي تقلص عضلي دغري ببعث ATP، بستخدمها بشكل مباشر، خلص التقلص عضلي فبخزنها على شكل فوسفوكرياتين، أهميته الأولى إنه تحدث بغياب أكسجين، يعني بلحظة معينة أنا كثير انجهدت العضلة، كثير صارت عندها جهد 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 جهد،
فبطل يوصل الاكسجين، عم تعمل جهد كثير كبير، التلويه الدمويه بطلت توصلها بشكل كافي، فعندي صار بدون جلوكوجين بدون اكسجين صار الليف العضلي. فتحلل الجلوكوجين يحدث بدون بغياب الاكسجين، بغياب الهواء، اسمه تحلل لا هوائي. فهذا الشيء بيساهم لي انه بغياب الاكسجين يضل مستمر التقلص دقيقه واحده. الشغله الثانيه انه اسرع من استقلاب التاكسدي ب 2.5 مره. تبلغ سرعه تحلل الجلوكوجين اللاهوائي، تحلل السكر اللاهوائي، ضعفي ونصف سرعه استقلاب التاكسدي، تمام؟ اذا شو الشغلتين اللي بيعطوا لي اهميه لتحلل السكر اللاهوائي وتحلل الجلوكوجين؟ تحدث بغياب او اثنين، حتى لو ما عندي تروية غزيرة كثير عم تتقلص عضلي فعم ما عم لحق ارويها، يحدث تحلل السكر. الشغله الثانيه انه اسرع بضعفين ونصف من استقلاب التاكسدي، ولكن للاسف ما بيستمر هذا الشيء الا لدقيقه واحده. ليش؟ عم لك النواتج تبع تفكك الانزيم للجلوكوجين بتخلي لي التقلص العضلي ما يستمر اكثر من دقيقه واحده. ليش؟ هو صراحه تحلل السكر اذا ضل عم يشتغل فما في احلى منه، بفوت جليكوجين دغري انزيمات على السريع بتفتفتهم، بحصل على طاقه، وهي الطاقه يعني بعمل اعاده فسفره، اما بزتها بشكل مباشر اذا لسه عندي تقلص، او بخزنها على شكل مدخر من الفوسفوكرياتين. طيب بس هذا التفكك الانزيمي بيعطيني لسه شغلتين اسمهم شو؟ الحمض اللبان والحمض البيروفي. فهذول النواتج رح يضلوا يتراكموا، عم فوت جليكوجين عم فكوا، عندي حمض لبان حمض بيروفي، حمض لبان، وبعدين وين بده يروحوا؟ تنفجر الخليه العضليه. عشان هيك بيقولوا لك لما انت تروح على الجيم، تروح على مكان معين، تركض وتعضل، شو سبب التعضيل؟ تراكم حمض اللبن. اذا تبحث عنها او اذا هي صفحات تثقف نفسك وما بعرف شو هي على الفيسبوك، بيكتبوا لك سبب الوجع العضلي، سبب التعضيل لما تجهد العضله تبعيتك، تجهدها ببطل يوصل او اثنين كثير، بضل شغال تحلل الجلوكوجين، فعم يتراكم النواتج تبع تحلل الجلوكوجين، عم يتراكم حمض اللبن، فبصيبك تعضيل، تمام؟ بس يتصرف هذا الحمض اللبن بعد يوم يومين ثلاثة بيروح هذا التعضيل، تمام؟ بنرجع بنراجع الأمور لما نخلص. المصدر الثالث هو استقلاب التأكسدي، تمام؟ صار عندي تراكم للنواتج، فوسفوكرياتين ما في، بدي استعيد المصدر الثالث اللي هو استقلاب التأكسدي. استقلاب التأكسدي ناتج عن إني أكسدت الطعام، أكسدة يعني بدها أكسجين. أكسدت الطعام، جبت هذا الطعام، أكسدته، حصلت على طاقة. شو عناصر الطعام اللي بحصل منها على طاقه؟ بالمصدر الاول هي السكريات، بعدين الشحوم والدسم، اخر شيء البروتينات، اذا بطل عندي بصير اخذ بروتينات، هي معلومات بيولوجيا. اكثر مصدر بيعطيني طاقه هو الشحوم، مش عارف حط لك حد قلب. السكريات ممكن انه تعطيني طاقه مشابهه لطاقه الشحوم. ليش مستخلف السكريات كان اول شيء؟ لانه هي الغذاء المحبب، مثلا خلايا دماغك ما بتاخذ الا جلوكوز، في حال لا سمح الله كثير صار في عندي فقر بالجلوكوز تاخذ شحم، هي بس معلومات من عندي. 95% من الطاقة تأتي منه في حالة تقلص المديد. المديد دال بدي استقلاب تأكسدي. أنا ضليت في عندي تقلص عضلي، تقلص مديد يعني طويل، طويل الأمد، يعني ضليت تقلص، أنا عم أجهد العضلي. هي بتعطيك دقيقة واحدة، ما في أكثر من هيك، بسبب تراكم النواتج. هي 8 ثواني، هي ثانية، طب ضليت أنا 5 دقائق عم أعمل تقلص عضلي، فأنا مضطر يعني إجباري بدي أروح تقلص مديد، بدي أروح استقلاب تأكسدي. تأكسدي استقلاب تقلص مديد يعني الطويل، فانا اجباري امام استقلاب تاكسدي. ما كتب لكم قديش المده اللي بتساعدني فيها، ولكن هي اكيد المده اكبر من دقيقه لوحده، اكبر من 8 ثواني، واكبر من الثانيه لثانيتين. طيب ليش هون تقلص مديد؟ ليش هون بصير في عندي تراكم النواتج بالعصاره الخلويه او بالسيتوبلازما؟ تحلل الجلوكوجين او تحلل السكر اللاهوائي بصير وين؟ بالسيتوبلازما. هذا سؤال دوره يمكن بالفصل الثامن بيولوجيا عرفوكم. اما الاستقلاب التاكسدي يحصل جوات المتقدره، عشان هيك هو بطيء، تقلص مديد. الجليكوجين بدي الياف سريعه لانه بتعتمد على تحلل الجليكوجين، اول ما فوت الجليكوجين بالسيتوبلازما بتفكفكه بتحصل على طاقه. هون بده يفوت هذا الجليكوجين، هذا السكر، الطعام بغض النظر شو هو، بيفوت لجوات المتقدره بيستقلبه بشكل تاكسدي بوجود او2. هون الاو2 لازم يكون موجود، تمام؟ بعدين لاحصل على الطاقه لحتى فسفر الاي دي بي واحصل على اي تي بي، بعدين اي تي بي اما بساويها فوسفوكرياتين او بستخدمها مباشره اذا لساته عندي التقلص موجود، تمام؟ هي فقره الطاقه المستخدمه بالتقلص العضلي. بنرتب الافكار، شوف وين ضاعت منك فكره معينه القطه معي.
الطاقه المستخدمه في التحرك العضلي، الطاقه الاساسيه للتحرك العضلي باخذها انا من الاي تي بي فقط، تمام؟ طيب هذا الاي تي بي معظمه بيروح لضربه القدره والسير نحو الامام وجذب جسور التصالبيه تبع الميوزين جذبها للاكتين تجذبها بتضم على بعضها يعني حدث الانزلاق. معظم الاي تي بي بيروح لهي لضربه القدره. في عندي كميات صغيره من الاي تي بي بتروح لضخ الكالسيوم من العصاره الخلويه للمخازن، ضخ البوتاسيوم والصوديوم، صوديوم لبرا بوتاسيوم لجوا حفاظ على المدروج. في عندي كمان دور للاي تي بي بفك ارتباط بين رؤوس الميوزين وجسور تصالبيه مع الاكتين. هي العمليه تتم دون صرف طاقه، دون شطر للاي تي بي، بس اي تي بي عم يركض، ما شطرته، ما حصلت على طاقه. تركيز الاي تي بي بالليف العضلي بالخليه العضليه 4 ملي مول. هذا التركيز بيسمح لي احصل على تقلص تام للعضله لمده ثانيه لثانيتين، بس مو اكثر من هيك. خلص التقلص، خلص الاي تي بي، بعمل اعاده فسفره بعد جزء من الثانيه. اعاده هي الفسفره كمان بدها طاقه، من وين بحصل الطاقه؟ من ثلاث مصادر: فوسفوكرياتين المصدر الاول، المصدر الثاني تحلل الجلوكوجين، المصدر الثالث الاستقلاب الاكسدي. فوسفوكرياتين بكل بساطه، عندي فوسفوكرياتين باخذ الفوسفور تبعه، الفوسفات تبعه بركبه بالاي دي بي لاحصل على الاي تي بي. يتم هذا الشيء بكيناز الكرياتين. كميه الطاقه بالفوسفوكرياتين 5 اضعاف كميتها بالاي تي بي. هذا الشيء اي تي بي مع فوسفوكرياتين، فالتقلص التام بيستمر لمده 8 ثواني. استمريت اكثر من هيك بلتجئ للمصدر الثاني، تحلل الجلوكوجين، تحلل سكر لا هوائي، هو تقلص سريع، تفكك سريع انزيمي للجلوكوجين بالعصاره الخلويه بالسيتوبلازما. هذا التفكك الانزيمي بيعطيني ثلاث نواتج، بيعطيني حمض البيروفي، بيعطيني حمض اللبن والطاقه. هاي الطاقه بستخدمها باعاده فسفره الاي دي بي لحتى احصل على اي تي بي، تمام؟ الاي تي بي لسه في تقلص بستخدمه مباشره، اما في تخلص خلص تخلص فبتدخره بالخليه على شكل فوسفوكرياتين. اهميه تحلل الجلوكوجين تاتي من سببين: السرعه اسمه تفكك انزيمي سريع لانه بتحدث بالسيتوبلازما، ما فوتته لجوا المقدره، رجعت طلعته دغري بالسيتوبلازما ففكته وحصلت على طاقه، تمام؟ الشغله الاولى غياب، يحدث دون وجود اكسجين، يعني بغياب الاكسجين شغال لانه اسمه تحلل سكر لا هوائي. بس اسمع، تحلل سكر، تحلل الجلوكوجين رفقه بكلمة لا هوائي، بدون هواء، بدون أكسجين. إذا ضل عندي ما عم يوصل تروية دموية للعضلة المعينة اللي عم تنصها، فبتستمر بالتقلص لمدة دقيقة واحدة. طيب ليش بس دقيقة واحدة؟ قال بسبب تراكم النواتج، تراكم عندي حمض لبن كتير، حمض بيروفي كتير، فبيصيبني تعضيل بالعضلة، بتراكم النواتج، وين بدها تروح بالنهاية؟ فما بتستمر أكثر من هيك، وإلا بتنفجر العضلة، ريليف عضلي بيروح، تمام؟ فهذا الشيء، فتحلل الجلوكوجين بيستمر لمدة دقيقة واحدة. المصدر الثالث بدي استمر أكثر من دقيقة واحدة، بلتجئ للمصدر الثالث الاستقلاب التأكسدي. ب 95% من الطاقة بتجي من الاستقلاب التأكسدي في حالة التقلص المديد الطويل، تمام؟ الاستقلاب التأكسدي بيجي من أكسدة الطعام، إني عم ضيف التفاعل الأكسدي هو أكسجين مع طعام، تمام؟ طبعا هون ما حكيت إنه هو أسرع التحلل الجلوكوجين، مو سريع، تفكك أنزيمي سريع لأنه بيحصل دغري بالسيتوبلازما، فعم يقول لك انه هو اسرع استقلاب اكسدي ب 2.5 مره. عناصر الطعام: سكريات، شحميات، دسم وبروتينات. الشحميات او الشحوم بتعطيني اكبر كميه من الطاقه، سكريات ممكن تعطيني كميه مماثله لها او شبيهه فيها او قريبه منها. استقلاب اكسدي بيصير ليش بفيدني بالتقلص المديد؟ تاكسدي ليش بفيدني بالمديد فقط؟ لانه بده وقت لبين ما يفوت الجلوكوجين او السكر يروح على المتقدره يرجع يطلع من المتقدره لاحصل على طاقه لحتى فسفر الاي دي بي. اما تحلل الجلوكوجين دغري بالسيتوبلازما فكفك تفكك سريع، بحصل على النواتج، بحصل على الطاقه، فبستخدم هاي الطاقه باعاده الفسفر.